بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة البنين تحييكم وتقدم لكم مراجعة منتصف الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات، ونكمل على الدرس السابق أو المراجعة السابقة، وسنبدأ بالوحدة السابعة إن شاء الله. الوحدة السابعة تتكلم عن الدوال التربيعية quadratic functions، تمام، اللي هي f of x equal ax power 2 plus bx plus c. طيب نشوف كده مثال واحد. المثال الأول بيقول أوجد معادلة محور التناظر للدالة التربيعية. يبقى معادلة محور التناظر دي بتعتمد على إنك تكون حافظ القانون x equal أيوة negative b over 2a. يبقى x equal negative b over 2a. الb عندك طبعا بالترتيب كده من اليسار، أول شيء هنا الـ a اللي هي 2، الـ b اللي هي 16، السي اللي هي 11. كنا بنحل معادله باستخدام القانون العام في فصل الدراسي الاول، كنا بنعرف ان ده A ده B ده C. خلاص طب هنا نيجاتيف، يبقى خلاص ناخد ال 16 بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 16 اوفر 2 تايمز 2. بيحسبها بالآلة الحاسبة يعطيني الجواب نيجاتيف 4. ده معادلة محور التناظر، مسألة بسيطة. ننتقل إلى شيء آخر وهو حساب ثابت التناسب. يقول إذا كانت Y العلامة دي معناها تتناسب طرديا مع x باور 2، يعني y equal k ثابت مضروب في x باور 2. ازاي نطلع الk ده اللي هو الثابت ده؟ وكانت y equal 18 عندما x equal 3، اوجد ثابت التناسب اللي هو قلنا عليه اسمه k. احنا قلنا هنا طالما y تتناسب طرديا مع x باور 2، اذا y equal k في x باور 2، اذا قسمنا الطرفين على x باور 2 يطلع لي قانون الk. يبقى قانون الk طبعا دي الاختيارات، قانون الk اللي هو k equal y over x باور 2. يبقى اذا كانت y تتناسب طرديا مع x باور 2 عشان نطلع ثابت التناسب نكسب مين؟ y على x باور 2. طب ال y بكام؟ ال y ب 18، يبقى 18 على x باور 2 يعني 3 باور 2، يبقى 18 over 3 باور 2 ونحسبها بالآلة الحاسبة هيعطينا الجواب 2. يبقى الاختيار الصح رقم C. مسألة بسيطة، يبقى انا بس علي ان نحفظ قانون ثابت التناسب الطرد، y equal y over x باور 2 اذا كانت y تتناسب طردي مع x باور 2. طيب ننتقل الى مسألة هامة جدا وهي مسألة الرسم البياني. يعطيني رسم بياني يقول لي القي حجر لاعلى فكان مساره كما هو موضح بالشكل، يعني الحجر قذفته من الصفر، طبعا ده التايم اللي هو المحور الافقي، طيب بيبدا من 1 2 3 وهكذا، وهذا اللي هو الارتفاع الواي. اوجد اقصى ارتفاع سري للحجر. خلاص يبقى نيجي على اقصى ارتفاع هنا، هذا اللي هي ايه، الحجر ارتفع 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 رميته كده عمل الكيرف ده وبعدين ايه سقط على الارض مره ثانيه. نيجي بقى عند الارتفاع ده، حدد النقطه دي ونروح نشوف الواي بكام. يبقى هنا 4.5، خلاص يبقى 4.5 ده اقصى ارتفاع. طب متى يعود الحجر للارض؟ يبقى التايم، شوف التايم بدا من 0 الى 6، تمام، يبقى 6 بعد 6 ايه سكند. طيب ما هي نقطة تقاطع المنحنى مع محور الواي؟ تقاطع مع محور الواي اللي هو الايه؟ الزيرو والزيرو، تمام؟ يبقى زيرو وزيرو. طيب مثال آخر اللي هو ازاي أنت ترسم بياني؟ مثل بيان الدالة f of x ومن الرسم أوجد نقط تقاطع مع الإكس، المدى، فترة التناقص والتزايد، الكلام ده كله. خلينا نشوف جزء جزء كده. مثل بيانيا الدالة، خلينا ناخد الحال، حل كده مثل بيانيا الدالة. يلا ناخد الايه؟ التمثيل البياني في الصفحة الواحدة. أول خطوة عشان نمثل بيانيا المفروض إننا نعمل جدول. طب الجدول ده عشان نعمله لازم أحدد المنتصف بتاعه اللي هو محور التناظر، يبقى هنجيب معادلة محور التناظر نيجاتيف بي أوفر 2 إيه. البي عندي بسالب 4 يعني نيجاتيف 4، النيجاتيف ينضرب في النيجاتيف يعطيني بوزيتيف، يبقى بوزيتيف 4 أوفر 2. طب والإيه بكام؟ الإيه ب 1، هنا ما في شيء، يبقى 1، يبقى هنا بوزيتيف 4 أوفر 2 تايمز 1، هيطلع الجواب 4 على 2 في 1 يعني 2. نيجي عامل جدول ونيجي واخد الاثنين دي حاططها في النص. طب بعد كده نختار قيمه قبلها قيمتين 1 و0 وبعدها 3 وايه؟ و4. يبقى الجدول الستارت بتاعه من 0 والاند بتاعه عند ال4، يبقى ده الستارت البدايه وده الاند، عشان هنروح للآله الحاسبه عشان نكمل الجدول ده. طب اللي ما يعرفش يستعمل حاسبه ممكن يعوض هنا في الداله، يشيل الاكس يحط 0 هنا وهنا ويطلع الناتج وهكذا. ولكن الافضل آله حاسبه، هنضغط على مود مع 3 او مود 7 حسب الالات اللي عندك. شوف كلمه التيبل مود هيطلع لك اختيارات، دور على كلمه التيبل
واضغط الرقم اللي جنبها 3 او 7 هيطلع لك اف اوف اكس. اكتب الداله دي عشان تكتب الاكس. قلنا الفا اللي هو الزرار اللي جنب الشيفت مع القوس اليمين يعطيك الاكس، تحط باور 2 ماينس 4 اكس وبعدين تضغط ايكوال يعطيك الستارت. اذا ضغطت على الستارت هتلاقيها مكتوبه واحد عندك او اي شيء اختياري هو كاتبه في الاله حاسبه، انت تكتب 0 وتحط ايكوال، يكتب لك كلمه اند، انت تضغط 4 وتحط ايكوال. بعد كده يعطيك الستيب، ستيب واحد خليها زي ما هي، اضغط ايكوال هيعطيك البيانات هتيجي معبيها بالترتيب. تمام؟ هذه القيم. بعد كده بقى عايزين نرسم. نرسم في الصفحه الثانيه. هناخد الجدول بتاعنا نكتبه، هذا الجدول عايزين نرسم، ادي صفحه الرسم البياني. ناخد نقطة نقطة، أول نقطة عندك اللي هي 0 0 أهي، نجي راح حاططها فين؟ في مكانها. طب النقطة الثانية إكس بواحد والواي بماينس 3، يبقى نيجي عند الواحد وننزل عند الماينس 3 تحت، يبقى كده. طب واثنين يبقى عند الإكس باثنين، ننزل عند السالب 4 اللي هي الرأس اللي في النص، دي رأس المنحنى. بعدين 3 وسالب 3، ممتاز، يبقى 3 ونيجاتيف 3، 4 و0. بعد كده نجي إيه؟ راسم المنحنى. واضح؟ بسيط جدا بقلم رصاص عشان لو في خطأ تقدر تمسح وتعدل من جديد. بعد ما رسمنا المنحنى خلينا نشوف بقى الايه؟ ايه المطلوب في الرسمة؟ بيقول لي ومن الرسم اوجد، خلينا نشوف كده من الرسم اوجد ايه؟ ومن الرسم اوجد نقط التقاطع مع محور الاكس، ادي الرسمة جبناها. التقاطع مع محور الاكس عندي 2 بوينتس. النقطة الأولى دي سهلة جدا 0 0، والنقطة الثانية اللي هي عند الأربعة، ما نقولش 4 بس لازم نقول 4 في الاكس و0 في الواي، يبقى 4 يبقى 4 اند 0. المدى، المدى كيف نجيبه؟ المدى هو بناخده على محور الواي من اسفل الى اعلى. ابدا اسفل شيء في الرسمه هذه النقطه نشوف كم تساوي في الواي، يبقى بالشكل هذا كده نروح للواي هنلاقي ان الواي هنا بكام؟ بسالب 4. تمام، يبقى اسفل نقطه في الرسمه اللي هي النقطه نشوفها كم في الواي؟ بسالب 4. طب اعلى نقطه مفيش لان السهم طالع لفوق، يبقى من سالب 4 الى انفينيتي، يبقى المدى من سالب 4 الى انفينيتي. طيب عايز فتره التناقص. التناقص والتزايد بنشتغل على محور الاكس، بنبدا من اليسار نحط السالب من النهايه، وفي اليمين نحط موجب من النهايه، ونروح للراس بتاعه المنحنى نشوف كم تساوي في الايه؟ في الاكس. هتطلع بكام؟ ب 2. خلاص يبقى ال 2 دي هي ايه؟ النقطه اللي هتقسم لي الفتره الى نصفين. الجزء الاول من سالب من النهايه اللي هو ماينس انفينيتي 2 2، والانترفلز كلها بتكون اوبن، يعني الفترات كلها تكون مفتوحه. اما في المدى عند العدد بس يكون كلوزد مغلق، وعند الانفينيتي دايما اوبن مفتوحه، يعني القوس على بره، انما هنا القوس على ايه؟ على داخل. طيب فتره التناقص نجيبها ازاي؟ هنتحرك على المنحنى من اليسار، مش من اليمين لا، من اليسار هنمشي على المنحنى، نلاقي ايدي بتنزل الى اسفل بالشكل هذا، هنمشي كده الى اسفل بها تناقص، يبقى من ماينس انفينيتي الى 2 الداله تناقصيه، يبقى التناقص نكتبه من ماينس انفينيتي اوبن 2 2 اوبن، يعني كل الفترتين على بره، الاقواس على بره مفتوحه، هذا التناقص. يبقى بدينا من اليسار التناقص من سالب انفينيتي ل 2. طب نجي من 2 لما النهايه نشوف الداله كده عامله ازاي. الداله بتطلع لفوق، داله بتتزايد الى اعلى، شوف كده ازاي بتتزايد بهذا الشكل، السهم طالع لفوق، يبقى من 2 الى انفينيتي. واضح شباب؟ انتهينا كده ان شاء الله من مراجعه الوحده الثانيه، والى لقاء اخر باذن الله في مراجعه الوحده الثالثه في الفصل الدراسي الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.